السلام عليكم، أنا ميلودي، يا رب تكونوا بخير. في فيديو اليوم جبت لكم خبر جدا مفرح للناس اللي تريد تجيب سكين بياتريكس لبريميوم، وكذلك جبت لكم مهام حدث M4 المميز، الصندوق اللي راح تقدر من خلاله تحصل على سكين إبيك ليميتد. خلونا بالبداية نقول ألف مبروك للفائزين بعجلة الحظ. وطبعا بهذا الفيديو فوزت شخصين مو شخص واحد، بسبب انه الفيديو السابق بيوم واحد وصل 800 لايك، فخلينا نقول الف مبروك للفائزين. اذا تريد تشارك بعجلة الحظ، كل اللي عليك تسوي تشترك بالقناة وتحط لايك وتعلق اي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي. خلونا نصلي على النبي ونبلش شرح اليوم. بداية نبدي بالخبر اللي يخص الأنفور. طبعا اليوم واني اتصفح شفت الاشياء اللي تطينا النقاط حتى نتقدم بالليفل، ومثل ما قلت بالفيديو الاخير انه اكو 10 الفالة مضمونة. بس اليوم واني اتصفح شفت حدث احتفال بطولة أنفور، هذا اللي موجود بالاسفل ومكتوب يمه الكثير من نقاط خبرة الاشتراك، فحبيت اعرف ايش قد عدد النقاط اللي ممكن نحصلها من الحدث. طبعا من تدخل على معاينة الاحداث راح تشوف انه راح نقدر نحصل من نقاط الاحتفال 16800 نقطة، باعتبار راح نقدر نحصل 17 ليفل، يعني حتى اللي ليفل 58 ممكن يوصل لليفل 75 اذا سوى كل مهام الاحتفال، بمعنى انه الكل راح يقدر يحصل السكين. لكن الشرط الوحيد لازم فقط يكون مشترك في الأنفور، يعني بس انت مجرد مشترك الاشتراك، حتى لو اشتراك ابو 399 جوهرة انت راح تقدر تحصل سكن الأنفور، بسبب انه انت راح تسوي هاي المهام اللي راح تنطيك 16800. وهواي منكم راح يسأل شنو هاي المهام، هسه راح اشرح لكم هاي المهام اللي نفسها راح تكون مهام سكن حدث أنفور المميز، بمعنى انه انت راح تسوي مهام حدثين بمهمة واحدة. بس خلوني أكد لكم الحدث من مونتون نفسها ومن اللعبة نفسها، كاتب لك مظهر مجاني بالحدث اللي راح يجي يوم 16. طبعا الحدث راح يستمر 4 أيام، يعني راح ينتهي تقريبا بيوم 21، ومثل ما مكتوب قدامكم راح تحصل على مظهر مجاني من خلال إتمام المهام. بس اللي راح يفرق انه راح يكون اكو مهام ما تتم الا بالجواهر، وهذا الخبر تأكد وطلعت على المهام اليوم، وحاليا راح اشوفكم المهام واشرح لكم كيف تسووها. اريدك تركز وياي، المهام راح تكون كالآتي: تسجيل الدخول راح ينطيك 10 نقاط بالصندوق المميز، وراح ينطيك 125 نقطة حتى تاخذ سكن بياتريكس. كذلك المهمة الثانية راح تعطيك 150 نقطة، والثالثة 150، والرابعة 125، وهذني مهمات كلهن تقدر تسويهن بدون شحن. الأولى عبارة عن تسجيل دخول، الثانية عبارة عن مشاركة، الثالثة عبارة أنه أنت تلعب جيم، أي جيم سواء كان رانك أو كان براول أو كان الشطرنج السحري، والأخيرة أنه أنت تلعب ويا أصدقائك، بالإضافة إلى أنها راح تعطيك نقاط للصندوق المميز. بالنسبة للمهام الأخرى وهي مهام الشحن، المهمة الأولى راح تكون أنك تشحن 20 جوهرة باليوم، المهمة الثانية أنك راح تكون تصرف 200 جوهرة باليوم، والثالثة تجي مرة واحدة أنه أنت تكون مشتري الأنفور. كل المهام راح تكون يومية، عدا مهمة شراء الأنفور راح تكون موجودة مرة واحدة. طبعا احنا خلينا نركز على الجانب الحلو، انك راح تقدر تحصل سكن مجاني بدون شحن، وممكن توصل للسبيشال اذا سويت كل المهام، بالاضافة الى انك راح تحصل نقاط توصل 16000 نقطة بدون ما تشحن اي جوهرة، وراح تحصل هاي 16000 نقطة حتى تكمل وتقدر توصل للسكن مال بياتريكس البرايم في حال انت كنت مشتري او مشترك بالأنفور. اما اذا حبيت تشحن فراح تقدر مع نقاط الشحن اللي تحصلها راح تقدر تختار سكن ايبك من اختيارك، حتى لو كان ايبك ليميتد مثل ليزلي الايبك او كاغورا الايبك او الوكارد الايبك. فاللي يحب السكنات الايبك او الماين مالته من سكنات الايبك فراح يقدر يحصل سكن ليميتد تقريبا ب 10 دولار اللي هي 899 جوهرة. هذا كل شيء كان ويانا في فيديو اليوم، اتمنى استفاديتوا من الشرح، واتمنى المعلومات اللي ذكرتها تفيدكم. لا تتكاسل بأداء المهام اللي راح تجي من يوم 16، لأن راح تفيدك هواية وممكن تقربك أو تخليك تحصل سكن بياتريكس. أنا مثل ما تشوفون اليوم حصلت سكن بياتريكس مجانا فقط لأن سويت كل المهام، وهواية أشخاص حصلوا السكن ونشرتهم ستوري عندي بالإنستغرام. إذا تحب تتابعني بالإنستغرام راح أترك لك رابط حسابي بالوصف. أتمنى استفاديتوا من المقطع، في أمان الله.